دلوقتي جه ميعادنا مع الاخبار اللي هتحصل النهارده، ومنها افتتاح مساجد جديده في محافظه الجيزه. النهارده كمان في مؤتمر صحفي للبرازيلي لوجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الاولمبي للحديث عن المباراه اللي هتتلعب يوم الاحد الجاي امام منتخب اسواتيني. كمان النهارده الزمالك هيواجه الاهلي على لقب السوبر المصري في العين بالامارات. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسجد العتيق بقرية نجوع العرب بمركز الصف، وده ضمن خطة الوزارة لافتتاح 24 مسجد، منها 19 مسجد جديد وخمس مساجد صيانة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من يوليو 2022 والحد دلوقتي 303 مسجد. النهارده هيتم عقد المؤتمر الصحفي للبرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الاولمبي ونظيره نيبال المدير الفني لمنتخب اسواتيني، وده هيكون الساعه 5 باستاد الاسكندريه استعدادا للقاء المنتخبين يوم الاحد اللي جاي في اياب الدور الثاني للتصفيات الافريقيه المؤهله لدوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024، وده بعد ما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي. النهارده هيلتقي الزمالك والاهلي على استاد هزاع بن زايد بمدينه العين في الامارات في مباراه كاس السوبر المصري لموسم 2020-2021، لتكون المباراه هي الرابعه بين الفريقين على نفس اللقب من بين خمس نسخ استضافتها الامارات في هذه البطوله منذ عام 2015.